الساعه 7 خير تونس بالنسبه لي القضيه هذه ساقطه بطبعها مانيش جايه نصف في براءتي انا بريئه بمسانده الناس اللي ساندتني كسوا جات لهنا ولا من تونس ولا برا من تونس مشكلتي اني نثبت الناس هذوما اعتدوا عليا وانه يزينا من الافلات من العقاب انا بريئه ومادام الناس ساندتني هذا اكبر اثبات لي انا بريئه القضيه هذه كما قلت طايحه ما عندها حتى معنى ومشكلتي قضية اللي رفعتها أنا واللي أنا تعرضت للضرب واللي فيها شهادة طبية أما هذه لا معنى لها ومشكلتي زادة ما هيش في شخصي مش أنا نهار اللي شديت في أني نرفع قضية كان لأني ريت فيه في اللي صار في جربة في منطقة الأمن اعتداء على هيبة الدولة اللي يحكيوا عليها اعتداء على مؤسسة وزارة الداخلية خاطر أنه عبد يكون تحت الحماية الأمنية يتعرض للضرب من قبل أعوان وزارة الداخلية هذه فضيحة لوزارة الداخلية واعتداء على وزارة الداخلية من أولاد وزارة الداخلية وإذا أنا تحت الحماية تعرضت للاعتداء هذا المواطن المسكين شنو يصير فيه أنا بالنسبة لي الناس هذو قالوا ما عرفناهاش معناها مواطن ما تعرفوش تضرب وحتى كان يحكيوا ويدعيوا قد ما يحبوا يدعيوا هما بنفترضوا أنا تجاوزت حدودي وقمت بالشتم اللي هو ما هوش صحيح حتى شيء ما يخولهم باش يعتديوا عليا جسديا فما ديما نوت تحطهم لي وتعديني للمحكمه تعديني لوكي للجمهوريه اما انك تعتدي عليا جسديا يوفى الحديث هذا ما عادش لازم يصير في تونس مع حد اللي يعرفوه واللي ما يعرفوش. Yeah.